قام سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بزيارة إلى الحجاج البحرينيين المغادرين إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء فريضة الحج في مطار البحرين الدولي. جاء ذلك في إطار متابعة سير رحلات الحج البحرينية وتوديع الحجاج بحضور سعادة القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية والسيد علي أمين الرئيس القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الدينية وعدد من ممثلي الوزارة. وعرب سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن عميق الشكر وخالص التقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما تتلقاه بعثة مملكة البحرين للحج من رعاية ودعم كبير لتهيئة أفضل الظروف المساندة بما يمكن من خدمة حجاج المملكة على أحسن وجه. وأشاد سعادة الوزير في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومؤازرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في إعمار الحرمين الشريفين والعناية بضيوف الرحمن لأداء شعيرة الحج العظيمة بكل يسر وسكينة. تشرفنا بحضور سعادة الوزير في مطار البحرين لمتابعة مغادرة حجاج مملكة البحرين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، نسأل الله أن ييسرها لهم. واليوم احنا يعني قاعدين نشوف الحفاج الحجاج قاعد تغادر وقاعدين نتابع إجراءاتهم ونشكر شركة مطار البحرين على الجهود اللي قاموا بها وفريق العمل لتنظيم والتأكد من حسن وسلاسة الإجراءات وانسيابية الحركة. وبعثة مملكة البحرين للحج متواجدة في مكة المكرمة وبابها مفتوحة لتقديم الدعم وخدمة الحجاج، وخصصت أرقام للتواصل على مدار الساعة لأي استفسار أو للملاحظات من الحجاج. والله استعداداتنا منضبطة، رتبنا روحنا مع البعثة ووزارة الحج السعودي عن طريق النظام الآلي نسك. حقيقة تنظيم جيد ورائع، عملنا لقاء الحجاج في البداية وعرفناهم بأهم الترتيبات الإدارية والترتيبات الصحية المطلوبة من قبل المملكتين، مملكة البحرين ومملكة العربية السعودية بشأن الحج. الحمد لله رب العالمين، الله كتاب لي للحجة الأولى، فالحمد لله يعني مستعدة نفسيا وايد ومشتاقة بكل شوق. أنا أعتقد أن الحاج البحريني في أيدي أمينة، وكل التطمينات وصلتنا، ومن بداية دخولنا أو قرارنا الحج هذا العام وتبين الأمور كلها ميسرة، ونتوقع أيضا بإذن الله تعالى أن تكون الأمور سهلة وميسرة في مكة إن شاء الله. والله إجراءات كانت سهلة وميسرة، من بدينا في تسجيل الحملة كان وايد أمور ميسرة، من نقلة العفش حق مكة نقلوا ووصلونا لقرفنا كل واحد، ونشكر بعد الوزارة تعاونهم خصوصا زيارة الوزير لنا اليوم، هاي عن شيء يعني يدل على حرص الوزارة على راحة الحجاج